نغمتها حلوة احنا اللي نطير ونغنيها والدنيا دي الكلمة من غير ولا كلمة. دلوقتي هتشوفي ايه اللي هيجرالك. حرام عليك انا بنت مسكينة والنبي. ايوه اسوقيها عليا يا بنت اسوقي. ابوس رجلك انا مصر. ما فيش فايدة لا بص من حد. أول جنيه قبضته في حياتي من شغلانة طلع مزيف. طب اسمع يا أستاذ، أنا غلطت معاك ولازم أساعدك، ولو إن أنا ما أخبيش عليك أول ما شفتك دمك لطشني أوي. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، إحنا اللي نطير ونغنيها وتعلي ويصحيها من عز النوم ويفوت الروح ويطر بيها. النهاردة بتحل ذكرى ميلاد هذا الصوت القيثاري الملائكي الفنانة ليلى مراد، تعتبر واحدة من أهم فنانات الزمن الجميل اللي قدرت أنها تجمع بين الغنى والتمثيل، وقدرت أنها تنجح وأعمالها تعيش لحد النهاردة. حوالي 1200 أغنية ومثلت 27 فيلم. الحقيقة يمكن ليلى مراد من الممثلات والمغنيات اللي لحد النهاردة أغانيها عايشة في وجداننا يا محمد. صحيح، يعني جزء من ذاكرة المصريين، كلنا يعني نفتكر أغاني ليلى مراد، قلبي دليلي. كل مصري ومصرية وكل بيت مصري سمع أغاني ليلى مراد وشكل وجدان المصريين على مر السنوات اللي فاتت، بالرغم أنها يعني اعتزلت الفن في قمة مجدها سنة 1955. زي ما جمانة قالت، قدمت للسينما المصرية حوالي 27 فيلم، 1200 أغنية. كانت بدايتها مع محمد عبد الوهاب مع فيلم يحيى الحب سنة 1938، آخر فيلم قدمته كان الحبيب المجهول سنة 1955، السنة اللي اعتزلت فيها ليلى مراد الصوت الملائكي الجميل. طبعا كلنا عارفين الدويتو العظيم والرائع ما بينها وما بين أنور وجدي، قصة حب وزواج استمرت سنوات وقدموا فيها أجمل الأفلام للسينما المصرية. كلنا فاكرين طبعا ليلى بنت الفقراء وغزل البنات وغيره من الأفلام الجميلة. تعالوا نشوف محطات متميزة لقثارة الفن المصري والعربي. ليلى مراد في التقرير ده. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد التي ولدت في 17 من فبراير عام 1918، وتعد فنانة شاملة جمعت ما بين الغناء والتمثيل، ولمع نجمها حتى أصبحت من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين. قدمت الفنانة والمطربة ليلى مراد حوالي 28 فيلماً تعاونت فيهم مع كبار نجوم الفن مثل أنور وجدي، نجيب الريحاني، يوسف وهبي، محمد فوزي ومحمد عبد الوهاب، وحققت نجاحاً كبيراً لتكون من ضمن الفنانين القلائل الذين قدموا أفلاماً سينمائية تحمل أسماءهم. قدمت ليلى مراد أول بطولة لها من خلال فيلم ليلى بنت المدارس في عام 1941، شارك في بطولته يوسف وهبي وميمي شكيب ومحسن سرحان وبشارة وكيم ومحمد كامل. قدمت ليلى مراد مسيرة فنية حافلة وغنت حوالي 1200 أغنية ولحن لها كبار الملحنين. نظمت الفنانة ليلى مراد قطار الرحمة وتبرعت بشبكتها في بدايات ثورة 1952 لصالح الوطن وتسليح الجيش، وحين مرضت رفضت أن تتلقى العلاج بالخارج وأصرت على علاجها في منزلها، وأوصت بألا يتم تجسيد قصة حياتها في فيلم أو في مسلسل حفاظاً على خصوصيتها،
إلى أن رحلت عن عالمنا عام 1995 عن عمر ناهز 77 عاماً.